يا قتيلا أفضل
يا حسينا أن نرى من بعده للتقى مغنى معنى وللجود محلا فيك إحسانا ومعروفا وبدلا لا فقد بعدك فرسان ولا جرد الشجعان يوم الراوى نفلا بأبي المبتول عطشانا وفيك تكفي بحر يؤول خلق جملا بأبي العاري ثلاثا بالعرى ولقد كان لأهل الأرض ظلا تبكيك عيني تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارح أنست رزيتكم وزيانا التي سلفت وأمرت بمزايا الآن حجم سك المقطوع يا
وربك بغافل عما يعمل الظالمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال عز من قائل في محكم الكتاب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لأن الخلق حجاج
يحجون النبي إذا كان النبي في مستوى من أمته أو من رعيته، ما الفرق بينه وبين أحد رعيته؟ وش عندك من ميزة عليه يحتاج عليه؟ وش لك من ميزة عليه؟ أنت إنسان وأنا إنسان، أنت تأكل وتشرب، أنا آكل وأشرب. ها؟ بعد ما أشوف لك ميزة عليه، لا معلومية، لا شيء. جيب لي شيء ما أستطيع عنه. حتى أحيي معجزة. فأعطى لكل معجزة. الآن في زمن عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وش الغالب على أهل زمانه؟ الغالب على أهل زمانه ارتباطه العلاج. كل واحد يدعي طبيب، وكل واحد عنده وصفات علاجية، وكل واحد وكل واحد. فجاءهم عيسى بأعظم مما عندهم معجزة. والنبي لا بد له امتياز على غيره. في زمن موسى الغالب على ذلك الزمان ما هو السحر، سحرات يرهبون العقول ويسرقون ألباب الناس يجننونهم. فالناس تظن على أن هذا علم غزير عظيم، وهو السحر. يمثل لك الحبل حيا، يمثل لك الشيء الذي هو لا شيء، شيء عظيم مزعج. فجاءهم موسى وهم على هذه الحالة. من طاغوت ذلك الزمان؟ طاغوت ذلك الزمان فرعون. فرعون هذا شيء جيبه، شيء لينه، شيء خضع لهذه الأشياء. اتخذهم مهزلا، اتخذوا موسى مهزلا. وجمع له السحرة، أعطى الله سبحانه وتعالى موسى، أعطاه أشياء، ومن جملة ما أعطاه العصا والآية البيضاء، هذا الذي أعطاه. فلما أن تواعدوا في الحضور على أن يحضروا السحرة، أن هذول يفوقون بعلومهم، فرعون جماعته يفوقون موسى وجماعته، حتى يذلونهم حقونهم. فسووا موعد، موعدكم يوم الدين، وأين كان الناس ضحى. فحضر السحرة ومناهم موسى بأعظم التمنيات، أن يصيرون من المقربين ويعطيهم ما يطلبون، كل ما يريدون يخسرون، بس يكون يتفوقون على موسى وجماعته وخسرونهم. حضر موسى، هذا داعية حق من الله سبحانه وتعالى، وقد أمره الله أن يمضي إليهم. راحوا حضروا، وحضروا وألقوا ما في أيديهم من سحر، طلعوا كتلهم. نظر موسى وإذا بتلك العصي كأنها ثعابين حياة عظام. خاف داخله الخوف، جزع موسى. جاءه النداء من الوجه، لأنه قال روحوا إليه وذكروه أنا وياكم، لا تخافون أنا بجنبكم الله يجزيكم. فلما نظر موسى إلى ما ألقاه السحرة من عصي، وإلى ما تحول الثعابين، دخل موسى الجزع. جاءه النداء من الله جل جلاله، إلقي ما في يدك، العصا في يدك يا عمر، إلقي ما في يدك. فرمى العصا وإذا هي حية من أعظم الحياة. مو الثعابين اللي سووها بسحرهم، العصي انقلب الثعابين. وإذا بهذه تلتقم ما جمع السحرة،
فخر السحرة سجدا. قال لهم فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ قالوا: آمنا بما آمن به موسى. الشاهد تفوق عليهم بعلمه وحطم سحرهم. فالله لا يبعث نبي إلى أهل زمان إلا بمعجزة خالدة. وجاء دور نبينا محمد صلى الله عليه وآله معجزة أهل زمانه. ماذا يتعاطى أهل زمان الرسول محمد إلا عاصرهم رسول الله؟ وإيش العمل اللي يتعاطونه؟ وإيش عندهم من شيء؟ عندهم الفصاحة، عندهم الفصاحة تستطيع هذه الدولة تسقط هذه الدولة بالفصاحة. يمتنعون في سوق حكام وبالشعر، إذا أرادت طائفة بالطائفة بالشعر. فهذا بعشر خضرهم، كل واحد عنده روح منطق نابغة في المنطق والحكيم. جاء لهم بما هو أعظم، وهو فصيح الخلق محمد، وهو الذي يقول: أنا أفصح من نطق بالضاد بيت أني من قريش. فأعجزهم وجاء بمعجزته الخالدة الذي ما رأوها ولا حلموا بها حتى في النوم، وهو القرآن العظيم. فجاء يتلي الآيات التي تنزل عليه، يصغون ينسبون إلى السحر مسحر، ينسبون إلى الكهانة مكهانة، ينسبون إلى أنه كلام مسبوق عليه ما مسبوق عليه، لأن كلام غلط الطريق. تو نازل وما يقدر مخلوق، لأنه كلام جمع الفصاحة كلها. يعني لو جاء كلام من بعد هذا الكلام ما في فصاحة مثل هذه الفصاحة، بل يقتبس فصاحة من القرآن، لأن القرآن نزل على لغة العرب عربي. فالشاهد كان في زمن فرعون موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أول ما دخل إلى مدينة مصر وجد رجلان يقتتلان متعارفين، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاث به الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى وقتله. فرغ المقابلة قتل، راحت الأيام بالأيام، رد مر على صاحبه اللي استعان له عنه، ها؟ وإذا عند حراك صار الحوار بينه وبينه وأهم به. موسى قال لها: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. شاهد طلب موسى، طلب فرعون وجماعته طلبوه وحشد عليه فرعون. جاءه رجل كناصح من أقصى المدينة، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. اسمع نصيحتي، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. موسى ما قرر له قرار دون أن خرج وهو يتلفت يمينا وشمالا يترقى الموت ساعة بعد ساعة، لأن القلم وراء. فيقول الله سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. ينطلق على حر وجه، ما يدري إلى أين يتجه ولا إلى أي مكان يروح، قصده البر فر. فلا زال يقطع المفاوز والرحال،
إلى أن أطلت عليه بلاد. قبل البلاد وصل إلى مرعى، مرعى فيه الرعاة، ناس ترعى إبل وناس ترعى غنم، وشافهم متكتلين كتل متجمعين. قصد إليهم موسى، قصد إليهم وإلههم منعكفين على بئر يسقون مواشيهم. فجاءهم موسى، موسى ليس بذاك الرجل صاحب السمنة الثخيل المتين، ها مخصص ضعيف، حتى يقول تبان خضرة البقر لأن أكله من حشائش البر، تبان خضرة البقر من صفات بطنه. وجاءهم وإذا هم مجتمعين على البئر يريدون أن يخرجوا دلوا لهم. الدلو هذا شكورة، الدلو من جلد بعير، ها وعشرة عشرة اثنعش مجتمعين بلاد عايشين على البر. وكما وصف البدوي بالقوة والشدة، الشجرة البرية أصلب عود، وكل واحد زندها تقنن بفرعون الدلوم، كل واحد متصف بعرض. وجدوا إلى ابنتين متنحيتين، عندهم قطيع من الغنم يتباع فيه، لأن هذول البنات النساء ما بهم قوة زاح الرجال، مهما كلف الأمر مثلا ومسكت البنكو تقدر تتكلف رجل. قالوا عشان بدك هذه، احنا نتعب منها، وكل يوم من حين يجون بيسقوا المواشيهم إلى أن يسقون ثلاث أربع ساعات خمس ساعات ما تدري يصير الليل، ولم يهم رحمة وعطف. فكل واحد لنفسه. فوجد من دونهم امرأتان تذودان، قال ما خطبكما وايش بكم؟ قالتا لا عزيزتكم، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. خلي بروحنا اول يقول يقول هذا بروحنا بعدين، احنا مستعجلين، احنا كل يوم اللي حاببنا حتى يصدر الرعاء. وابونا شيخ كبير، يا موسى الجماعه هذا المجتمعين على البيت بيمتحون الدلو تعبانين دايخين. قال لهم تعالوا خل اسوي قسمه، انا اسوي قسمه بيني وبينك. قالوا بوش القسمه هذه؟ قال لهم خلوني اطلع عليكم دلو واطلع لهذه البنات دلو. وما يضحكون عليه شو تقول؟ قال بطلع عليكم دلو وبطلع لهذه البنات دلو. انت يعني انا يعني هو كله ما يجي ايد واحد اليوم، ها من ضخامة جسمه الواحد منهم. انت تطلع دلو، انت ما شوفنا عشرة عشر نفر نبقى نمتح الدلو ونطلعها مع الجادرين شيخ جمال، انت تقول بتطلع دلو؟ القوة من وين عندك هذه؟ شو بدن ضعيف ضعيف؟ قال انتوا تجربوا، جربوا لا تستهين واحد حتى تجربوا. الدعوة ما في يقين، لكن عند الامتحان يكرم المرء او يعان، اتباعد عنه عن الجليل بعد. قال يلا تفضل تفضلوا اتباعدوا، بعدوني وضحكوا. اجى الى ان اطلق الدلو الى ان وصلت قعر البئر، وصلت المال دقت المال متى حولت حتى تمتلئ جذبها ثم رزعت إلى أن امتلأتها فتحها بكل راحة، لا من أفخ ولا عرق أبدا، على كيف على راحته. وطلع الدلو سلمها البيت، ابتهار وتحدث.
لكن عم يمد من الله سبحانه وتعالى. قالوا تكفيهم كلهم. قالوا ما تجيب جمال تكفيهم بعد تقالي لشركة للتبايا. لكل يوم قالوا لكم ما نفتح الدرس. قال هو الله طلع. طلع قالوا ثانيين خلق قالوا الله. إلى أن وصلت الماء جذب هذا الماء نزلها. ومدحها وأخرج دمي من هات وعقل لازم واشكر اسمه واشكر سبحانه وتعالى عنه وهو شاكر لله. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير واشهد الخير يأكل من حشائش البر من بقولات البر واحتمل البنات مال قلبها إليه انجذبت فيه راحوا لقينهم راحوا لكن انطبع طابع الحب في قلبها إلى موسى راحوا قبل كل يوم أربع ساعات واشتركوا اليوم اللي جيتوا من وقت ما سبيت من المعاشدة ولا وعلموها في القصة بقصة هذا الرجل قالت هذا الذي انجبرت فيه قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال لي كيف عرفت قوة لازم دحين عرفت القوة والأمانة كيف عرفت لك قوة شايفة ان خايف معركة وانتين وانتين تطلعين وتغلب على الجيش وعرفتين على انه قوي لو اوضحتين امامه ما تعرفين هذا الدين رجل اجنبي شو عرفتين امين وقوي قالت اما امانة قد ما ان ارسلتني اليه اما قوة فانه لما ان وصل وكان العرب مجتمعين على البئر يمتحون الدم قال لهم ابتعدوا وانا اخرج لكم دم فاخرج لهم دم بنفسه بدون تكلف ولا زهر وطلع عليه دم ثاني عرفت انه رجل قوي واما امانه لما ارسلتني اليه وجئت اليه وقلت له ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا قام طاوع ومشى وانا امشي قدامه فضربتني ريح حوى وجسمت بدني فقال لي تأخري وأنا أتقدم فنحن أناس لا ننظر في أدبارنا عرفت على أنه أمين ما في دم ضريبة ولا دنس أبدا فالشاهد قال له شعيب وش قصتك أنت حكى لي القصة من أول آل آخرها وعلى أن فرعون وجماعة أطالبين قتلوني قال لا تخف لا تخف نجوت من القوم الظالمين وأمن خوفه أمن خوفه لما أن وصل إلى مدين اللي هي مدينة شعيب نبي الله راح خوفه ذهب لأن الإنسان خائف قبل أن يصل إلى مأمن أما إذا وصل إلى مأمن وأمن ذهب خوفه راح فلم يقدر شو الشاعر يقارن يقارن بين خوف الحسين وخوف موسى خوف موسى صدق خائف عن نفسه خائف يقتل فخرج منها خائفا يترقب القتل ساعة بعد ساعة الشاعر يقول خرج الحسين من المدينة خائف فخرج موسى صدق الخوف هو ولكن خوف الحسين مو على نفسه مو على انه خايف على نفسه وخايف على نفسه ما راح وما نفسه بين حدوث سيوف وصفاح رماح ورايح لدولة يقاومها من اعظم الدول اكبر دولة في العالم الحسين مو خوف على نفسه وإنما خوف على الدين أن يضيع خوف على الكرامة أن تداس
خوف على الأعراض أن تهتك، خوف على الناموس، خوف على الشرف، خوف على كل شيء يخص الدين الإسلامي. فلذا خرج بأبي وأمي سلام الله عليه، لأنه لو لم يخرج من المدينة هتكت حرمة المدينة. هتكت حرمة المدينة، لأن الأمويون ويزيد ما عند أي مانع من هذه كل محرم. هاي الأحاديث ما تمر على ذهن على أن المدينة حرم رسول الله، ومن أحدث فيها حدث اتحيأ بأبي وأمي، وأخذ ليالي يزور قبر النبي مو مرة ولا مرتين، مرار عديدة، كل ليلة يقطع وجهي عند القبر وإذا عندنا خنق يبكي، ثم يقوم ويرجع للمنزل. وآخر مرة لما أن عقد عزمه على السفر، عقد عزمه على السفر وتهيأ بأبي وأمي، تهيأ واستعد، الرايات معقودة والأحلام منشورة، وبني هاشم مستعدة للمشي، والحسين من قبر إلى قبر، يقوم من عند جده ويجي عند أمه، يقوم من عند أمه ويجي عند أخيه. أحبابك يودعهم، والناس في ضجة، كلهم ينادي يا حسين. الشاهد استعد للمشرق، والمدينة في روجة وفي ضجة وفي بكاء وفي صراخ، كلهم ينادي في أمان الله. إذا عدل النسوان تودع النسوان والرجال تودع الرجال، حتى محمد طلع وقف، وقف يطلع شبيبة بني هاشم حائلتهم أسرتهم، عباس وأخوته من جانب، والأكبر من جانب، وأولاد الحسن من جانب، بس هو حريم هذا الموقف. أخذ الأسد وقام يعطف على هذا ويحنو على هذا ويقبل هذا ويوزعه، لأنه ما يقدر يخالف أمر الحسين. الحسين قنع قاعد في المدينة، وصير لي عين لا تخفي عني شيء من أخباره، طلع بيودع العائلة من النسوان ومن الرجال إلى أن وصل إلى العباس. ويا لها من ساعة، بكى العباس وبكى محمد، اتدنى محمد الى العباس وقال وايادي على العباس في امان الله ابو فاضل. في بعد الله يا ابا فاضل، لكن عاد لا تنسى اخوك محمد، لا تنساني، ترى انا مشهور وتعرفني انا من اخوه. شتري يا محمد؟ قال لا من سرجت خيركم، يوم يا ابو الفضل الكوني. حفزوني اذا صارت الجوله ودارت الحرب رحاها، اذكرني انا وش سويت في زمن ابوك علي؟ بطل مرايرهم وارتفعت لجات النساء من زينب وقال زينب، رد عنا ذلك الحسين الى المنزل في امان الله. فلما ان تحرك الظهر للنساء واذا بالصوت والولوله من خلف الظهر، التفت الحسين واذا محمد من جانب ذوق وطيح، ومن خلف بنت الحسين فاطمه تقوم وتطيح، شاد الضعينة يا ربة الأعلام والخير، ساق الضعينة يا ربة الأعلام والخير، ولأن الفزع خلفي يا الضعينة يصيح بالويل، طفلة وعلينا يا وفيك ترعى فارس عليك، وكل ما راد المشيطان
لقلبها كفول قبلتكم، كفول عليلتكم. انتبه الحسين واذا بتلك الطفلة تقوم وتطيح من خلف الظهر وتنادي نور عيني حسين ابا عبد الله حسين انا الوافد شكل لك يا سر وجوه الوافد شكل أقبل عند ذلك العباس للحسين دموع تصب على خدوده إلى أن وقف على رأس الحسين وهو يبكي ومع رأس الحسين أبو فاضل ما لي أراك تبكي لو وقف من هذا النوم. بكى الحسين لبكائه وحالت تلك البنت الصدى حتى الصغار يقول له يا أخويا البكاء والنوم وبنتك ترى العليلة ذوقتني يلا ايش نسوي كذبت الله كي اتتني اقدر اشوف دموعها بقدها تجيب كل العائلة تمشي لها بيلمك من دونه قال لها بمي مكدوية تتوزع فيها ولا هي خويا من سبايا الغاضية لكن ردت يا بنتي وردتك غصب علي من الله يعود ما لك يا رفاق ردت بحسرة وساق الله وساق الله عنها نابنت قوم نابنت قوم نابنت
ومن رجعه لأزرع النقيق الصف ريحانا بالأمس كانوا معي. ونحن عليكم بالحسين وزوج الحسين وابي الحسين واتساع ذريه الحسين. تم عزاءنا فرحم موتانا بشان مرضانا ومرضى اخواننا. لذلك شوف هذه الامه المتهمه بحق محمد واله بسراج الظلمه وبحق حرم سوره الفاتحه قبلها صلوات. Thank you.
مسكنا الظلم.